اهلا وسهلا بيكم في مطبخ زوزو هانم لوصفات الكيتو واللو كارب. انا عامله الفيديو ده مخصوص علشان خاطر الاستفتاء اللي كنت عملته على القناه، الاستفتاء اللي كان خاص بخصوص ان احنا ندخل مواضيع جديده خاصه بالمراه في القناه. طبعا كان سبب ظهور الاقتراح ده هو ان انا كنت عملت قناه جديده فيها المواضيع الثانيه، فبعض الاصدقاء او احدى الاصدقاء الصديقات اقترحت عليا قالت لي بدل ما تعملي قناة جديدة، القناة بتاعتك اللي شغالة حاليا تقدر تنزلي فيها المواضيع ده وتبقى خاصة وشاملة بكل مواضيع المرة. طبعا انا لما عملت الاستفتاء، وشكرا بجد بشكر كل اللي شارك في الاستفتاء لان ده رأيهم ساعدني كتير، كمان في ناس اتصلت بيا بشكل شخصي وفي ناس اعرفها ادتني رأيها في الموضوع ده، وفي ناس يعني في نسبة كبيرة كانت موافقة على الموضوع، وفي نسبة برضو ما هياش قليلة شايفين ان هما مش حابين القناة تفقد التخصص بتاعها. طيب احنا طبعا على نحب نرضي جميع الاذواق، فاحنا علشان ما حدش يزعل او ما حدش يتضايق من الشكل الجديد للقناة، احنا القناة هتستمر زي ما هي في خط الدايت، ولكن مش هيبقى كيتو فقط، لان في بعض الناس بتمشي على الكيتو بعد فتره بتخرج للو كارب بعد ما بتفقد الوزن اللي هي عايزاه. انا واحده من الناس لما بحب اريح من الكيتو شويه بخرج في اللو كارب وبرجع تاني للكيتو. طيب وفي ناس تانية بتعمل دايت لمجرد ان هي عايزه تفقد الوزن بس مش حابه ان هي تدخل في الكيتو او في اللو كارب، وفي حاجه تانية يبقى اسمها ناس بتتابع بالكالوري او بتتابع ان هي تبتعد عن الجلوتين. وطبعا في عندنا مرضى السكري اللي هم اساسا مش المفروض ان هم ياكلوا حاجات فيها جلوتين او سكر علشان ما ترفعش سكر الدم عندهم، وفي بعض الناس مصابه بامراض زي السيلياك او الكرونز، دول ما يقدروش ان هم يتناولوا الجلوتين في الوجبات بتاعتهم، وطبعا علشان يرفعوا المناعه بيضطروا ان هم يستغنوا عن السكر. فاحنا القناة هتفضل ماشية في الخط بتاعها ان احنا هنعمل كيتو بالاضافة ان احنا هنعمل وصفات كمان للو كارب، يعني مش هتبقى مناسبة للكيتو لكن مناسبة للو كارب، وفي وصفات هتبقى خالية من الجلوتين فقط، يعني لو حد حابب ان هو ياكل اكل صحي، ما هواش عايز يخس وما هواش عايز يفقد وزن لكن عايز ياكل اكل صحي، فهيلاقي برضو موجود عندنا في القناة ان شاء الله وصفات تانية خاصة بان هو ياكل اكل صحي ويكون خالي من الجلوتين، وفي نفس الوقت تبقى وجبات مناسبة للاطفال، لان في ناس عندهم اطفال بتعاني من السمنة، فهو عايز الطفل يفقد الوزن الكتير ده، فمش عايز يتناول السكر، مش عايز يتناول الجلوتين. فهنعمل وصفات، انا عن نفسي انا واحدة من الناس، بنتي بحاول ان انا ابعدها عن الحاجات دي فعلا، وبعمل لها اكلات صحية بديلة، فده برضه هيبقى مناسب للوجبات بتاعت الاطفال. الناس برضه هتلاقي وصفات موجودة على القناة بالشكل ده، ويبقى كده القناة ما فقدتش الخط بتاع الدايت او الاكل الصحي اللي هي ماشية عليه. وطبعا زي ما احنا بنشوف انا هنوه دايما في كل وجبة، هل هي الوجبة دي هتبقى مناسبة للكيتو ولا غير مناسبة للكيتو، وفي نفس الوقت هيبقى كده القناة ما فقدتش التخصص بتاعها. طيب بالنسبة للناس اللي حابة تتابع مواضيع المرأة، انا يعني في ناس كتير طبعا تعرفني عارفة ان انا بهتم جدا بموضوع الهوايات والفنون اليدوية، والحمد لله يعني وصل درجة اتقان كويسة فيها، فانا في القناة التانية هتستمر زي ما هي وهتبقى خاصة بالمواضيع الخاصة بالمرأة. اللي حابب يشترك فيها انا هسيب في الصندوق بتاع الوصف اللينك بتاع القناة، والقناة دي هتبقى موجود فيها مواضيع كتيرة خاصة بالمرأة من الأعمال اليدوية، الكروشيه والتريكو والتطريز والرسم على الإزاز وحتى الإزاز المعشق، وكمان الزراعة. يعني بعض الأشخاص اللي يعرفوني عارفين إن أنا بحب جدا الزراعة ومهتمة بمجال الزراعة، وبحاول عندي في البيت أزرع بعض المنتجات البسيطة. فإحنا طبعا في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب في العالم كله، مش في دولة محددة، ففي ارتفاع شديد جدا سواء في اسعار الملابس، في اسعار الاكل، في اسعار كل حاجه، فاحنا هنتعلم ازاي نقدر نعمل مزروعات بسيطه عندك في البيت تفيدك، في نفس الوقت ازاي تقدري تعملي مفروشات، ملبوسات، ديكور في البيت بتاعك تجددي فيه، تقدري تعملي حاجات ليكي وللاطفال وحتى لزوجك، وفي نفس الوقت تقدري تعمليها بإتقان حتى لو ما بتعرفيش أي حاجة خالص في المواضيع دي، إن شاء الله مع المتابعة هتوصلوا لدرجة إتقان مش هتتخيلوها.
غير ان انت طبعا موضوع ان انت يبقى عندك هواية وتمارسيها وان انت تعملي الحاجات دي، بتصدقيني بجد بيفرق في النفسية جامد جدا. فان شاء الله هتتبسطوا من القناة التانية، وهتشوفوا فيها مواضيع جديدة، وهتشوفوا فيها حاجات كتيرة جديدة. واللي حابب يشترك فيها طبعا يشرفني، وان هو يبقى موجود فيها، وان شاء الله تعجبكم. منتظرة برضو اي اقتراح خاص بالمواضيع دي، سواء بمواضيع الاكل او بمواضيع القناة التانية في الفنون اليدوية او المهارات والحاجات اليدوية اللي احنا ممكن هنعملها، والتجديدات اللي ممكن هنعملها في البيت وفي الشقة ولينا ولأولادنا. وان شاء الله هتعجبكم كل حاجة، وشكرا ليكم على وجودكم معنا.